الله خويا يا خويا عدنان. انا ولاي اكموش تبارك الله اللهم يسير بعد شي زوين تبارك الله. طلع على خويا عدنان الله يسخر اخويا داكشي زوين تبارك الله بوليار تبارك الله بوليار لا راه يلاه صوبت اخويا عدنان ياك تبارك الله ما شاء بوليار حتى الشراجم غيتبدلوا كامل ان شاء الله. شي كلمه اخويا عدنان شي كلمه قصيره جينا على غفله عندك هنا ما ندير واحد فتيت فيديو باش يشاركوا معنا الاخوان مرحبا خويا بالعيد. بالنسبة لي باش غندوي تمارة بالنسبة للاستعداد ديالك في هذا الموسم ان شاء الله. استعداد راه تمارة كل عام كامل انت بحالك. والله العظيم. العام كامل صيف الشتاء كاع الفصول كتبقى في السجن. السفيرة ما كتسافرش على راحتك. داك الشيء اللي كاين الأولى هي الأولى خويا عندنا. وسافرنا على برا وبقينا دايرين بالنا مع الحميمات. المهم الراس ديما عامر. انت مسافر. وعقلك مع الشجنه ومع الحمام ومع لدرجه شمال الدار وزربان خصك تلاقي الحمام ولاد تما ولا شحال كنعيط للسيد يوميا وزربان خصك تلاقي الحمام الاولاد كي واش مزيانين والصحه جيده ولا لا وعاد باش ملي جيت من السفر بان فيا شي فريخات كنت مخليهم يلا تفرخوا ما عجبونيش فهمتي بحال عاودت ذبحتهم كاملين واش فهمتي عاد عاوتاني نقيتي تاني الجنا عاود لقيتي عاوتاني ضروري وما يسر تبارك الله ما يورطش راسو ما يغرقش داكشي اللي كاين تقويش عليه يكون قليل شويه الحمام قليل ويكونوا حميمات مزيانين تبارك الله على خويا عدنان داكشي زمان فوليير صوبتي راسك ولا جبتي المعلم ولا غادي نصوبو عند المعلم ويشير عليا خويا بواحد الثمن خيالي صافي وانا نتوكل على الله صوبت الراس المهم مشيت شريت الحديد وداك التخربيق وصبغتي الراس كلشي الراس تبارك الله واخويا عندك الخاطر اخويا عدنان ضربت فيها واحد التزويمينه كل نهار كنصوب طريف معكاز زنزل شويه وتخيل معايا واش تجي شي لاكوقيتيني عرفت هاك تسالي من الخدمه يلاه كتخرج تتغدى يلاه هاك عارف تطلع تخطف هنايا خطيفات فهمتي المهم زربان ما والو بشويه كل نهار كتصوب شويه شوف الاولى احلى وجه هي في هادشي تبارك الله كتريقل داكشي ديالك الراس وانت ديك القضيه خويا عدنان ديال كل نهار تصوب شويه مزيان عرفتي علاش منها كتفكر اش غادي دير في غتحط هادي في غتقد هادي عمر الوقت ديالك وتصوني مع الاولاد ديالك تبارك الله اللهم يسر وهادي شنو تبارك الله الخوت كما كتشاهدوا معنا مازال ما كملاش باقي في الوفت باقي في على باقي كله في الاصلاحات طريق الايجاد مع عبد النجار يلاه يجيبهم هو داك اللوفت ديال السجن الاخرى ديال البلاصه اللي مليه هاد الشراجم كاملين بغا يدارو بهذوك الدريشات ديالهم في دريشه كتسد باللوفي و العواد غيكونوا كيتحلوا لداخل يكون كيتحلوا الشراجم من الداخل ومن برا باش الحمام تيخرج من الشراج فهمتي فهمت تبارك الله وبالنسبه للفاس غتصبغوا مازال بالنسبه للعود تعاود لي الفيرني تعاود لي الفيرني ضروري ملي يجي النجار غادي يحكوه يعاود تبارك الله تعاود الفيرني هذاك الشيء زوين تبارك الله خويا وبالنسبه لهاد الفولير هادي صبغتيها بالخضر كيفاش القضيه ديالك اخويا واحد هاد الكرياج خدام ابار على انا راه جاي هاد الكرياج خدا فهمتي اللون ما لقيتوش اللون مغلوق ما لقيتوش قليل لا قليل عندك الصحة لا قليل ولكن هذا تا هو فهمتي جا مع جا اسورتي مع مع اللوكس وفاش فاش كيقدام راه هو الشيء داك الخضر راه هو هذا فاش كيقدام راه كيولي بحالو كيولي بحالو بالنسبة للشمس و والشاو واش باقي فاش غيقرب الشاو راه كاين هذوك العيبات ديالهم كيتخشاو
هي بحال الشجر. غتركبهم غتركبهم؟ لا ملي كيقرب الشتا كتركبهم باش ما باش ما يضربش الماء اصلا باش يبقى تبقى الفوليرات هي. تبارك الله اللهم يا سير. وهادي هما شنو برد هاد العام ياك ربما اخويا فيهم حمامات ديال داك العام اللي ضاربين والشنيبرات ديال هنا كاين الحمام اللي لعب داك العام وكاين الشنيبرات ديال هاد العام هادي الحمامات اللي ضاربين في الفيدرالية تبارك الله كاين حمامات ديال هذا من الحمام قال لي في المانيتيك راه هما اللي كانوا لاعبين داك العام خليت كاع الحمامات تقريبا اللي ضاربين هما اللي خليت بقات واحد 30 حمام اللهم يا سير اخويا عدنان تبارك الله ما كان عمان اخويا عدنان ياك تبارك الله الصيف هذا قسم البحر يا العمان الحمام راه باغي يعوم يلا الى غوت عليهم كيف يعوموا يلا لا بلاش لا بلاش زيدوا 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 ما بقاش اللهم يا سير هات مرخوش هانتوما الخوت كيما كتشاهدو معنا هادو هو اللوفت ديال البطل الكبير عدنان البوصري بطل جمعية ملتقى الأبطال وأيضا بطل فيدرالية مدينة الدار البيضاء كيما كتشاهدو معنا الخوت هادو هو الفاصل الجديد لهذا البطل هذا بالنسبة لهذا الموسم 2024-2025 الله يسخر تبارك الله وبالنسبة لللوفت الآخر غادي لواحد اللوفت مكان هاد اللوفت القديم واحد اللوفت دابا راه باقي في الإنجاز ربما عنده أسبوع ولا أسبوعين غادي يركب هاد اللوفت الجديد بالنسبة عند البطل الكبير عدنان البوصيري كما كتشاهدو معنا الخوت هانتوما الخوت شنيبات استحمام تبارك الله هنا العمان بالنسبة لهذا اليوم حرارة مفرطة هنا بمدينة ديال الدار البيضاء الله يسخر هذا بيسين اولد الله العظيم دابا يلا عام ونهار الحد نهار الحد عامو والحمام كيعوم دابا زوج حتى ثلاثة المرات اخويا عندنا اش غادي نقولك راه الحال سخون الحال سخون بزاف اليوم راه كاين واحد 27 درجة الحال سخون الحمام خصو يعوم هو الحمام عاوتاني مع البدالة مزيان يعوم ماشي ديما البرودو فهمتي ومزيان تي الريش كندير لهم جوج مرات برودوي مره بحال هكا حرفيا فهمتي هاكا تعقمو بشويه خل التفاح درتو تديرو في الماء مره تامل عومه عاديه بلديه ومرات اخرين كندير البرودوي اللي كذا اللي عند عند خلو عند طارق الجمايك تحيه لطارق من هذا المنبر ويا جمايكا رجل الخلوق وكاين فوفو ما كاينه فوفو واش كدير اخويا عندنا دابا كتقراطي ولا اش كدير؟ كنقراطي اخويا وعيش عارف راه السجنه شويه كبيره والحال سخون الفاس الاولاني باقي لي فاس فاس انا داك الشيء كي ولكن يوميا القراطاج انايا ضروري انا ماشي ضروري ولكن هذه خدمتي فهمتي انا ما تنخليش ديك العايبه حقا خلي البزاق الله يصحح الحمام ما
المراه ترى ما غاتقدرش تعيش في الزبال. داكشي اللي كاينه راه حتى هما نفس الفيل، راه نفس لي كومبوزون، داكشي اللي خالقنا به الله راه حتى هما خالق مزارا معدن نفس داكشي بحال بحال. اللهم يسير تبارك الله. النقا باش كتيفيت عاوتاني النيطواياج باش كينفع، ما كانش شي بزقه ماشي شي اللي كتقشع. كتقشع عندك الساعه. عندك الزباله راه ما غاتقشع والو، غادور عندك في الماكله، واش فهمت؟ هادو طيح شي بزقه عاديه غاتنشف في البلاصه. كراطاج كيفاش هو؟ شتي اللي كاين اخويا عدنان، الله يسخر لك. بالنسبه لهذا الموسم ان شاء الله. موسم ديال 2024 2025 اللهم يسر. سير اخويا عدنان ما نحبسوكش باش ساليت غير ساليتي اللهم يسر. والخوت كما كتشاهدوا معنا دائما اللوفت ديال عدنان البوصيري احد ابطال جمعيه ملتقى الابطال داخل مدينه الدار البيضاء وتلواء فيدراليه مدينه الدار البيضاء. هانتوما الخوت فين ما درا كيعوموا كيدوشوا، حرارة مفرطة بالنسبة لهذا الموسم وبالنسبة لهذا اليوم هذا. اللهم يسير. راهي الطوبية اللي فيها باك زرق هي هذه الطوبية هذه هذيك خت هذه من موبا تبارك الله. هذيك هي بنت السود هذيك اش دايرة هذيك هذيك الطوبية هذيك ضاربة في 20000 19700 تبارك الله. شحال فيدرالية وتروازيام في ملتقى على شي 2000 حمام. تروازيام في ملتقى وشحال فيدرالية؟ 17 على 20000 على 20000 مع 19900. تبارك الله. هذه ختم من موبا. بلاتي اخويا اسمح لي اخويا عدنان. راه الحال سخونة صاحبي. هذه ختم من موبا هاهي راه كتشبع على نفس العين نفس. هذه ضاربة في اكلو. في الفيدرالية على 12900 حمامة اللي وريتك دابا. أييه شتا هادي طاحت روند هي وحدة أخرى. وفي الجمعية مكلاسية سيزيام. سيزيام جمعية و14 فيدرالية. تبارك الله. فيدرالية اللي شت 12000. وبالنسبة للسلالة ديال أخويا عدنان وقف وقف عندك. هادي فيها السوجنس شارلي كانز وفيها ستيلا روزا كابي فان ديناد. تبارك الله. اش معام هي اش معام؟ هذه 2021 2022 والاخرى 2023 واش كمل بهم مازال اللعب اخويا عدنان؟ بقاو لاعب يعني بقاو لاعب باش انا تبارك الله كيلعبوا خمس سنين ولا سنين ديالهم تبارك الله هذا اش كنفرح؟ راه تنخدم بهم فهمتي؟ ماشي كنحبسهم صافي ما تبقى اللعب لا لا حنا خصنا نبقى لاعب اصاحبي كناخذ منهم مواليد دابا راه العام الجاي يلعبوا هما ولادهم ان شاء الله. ثم الخوت حنا ترى ناشطين مدوشين الله يسخر. عندك هادي هادي هي اللي طاحت مع الاخرى رون هادي طريزيان طاحت مع الدفينيه جاو ربعه الحمامات في دقه جوج دخلوا وجوج اخرين بقاو معطلين تكلاصه و 45 فيدراليه ودخلوا في الملتقى في البريات دخلوا في البريات يعني ربعه البريات وجاو تحطوا ما بغاوش يدخلوا ولا كيفاش دابا جاو جوج حمامات الاولين هادي تكلاصات فيدراليه طريزيان والاخرى 14 دخلوا 14 وهذوك الاخرين مع تحطوا دخلوا اخرين ما تحطوش فوق وبقاو مفيكسين مع الطلقه اكلوا راك عقل شي حاجه سقاطها هذا سقاطها اكلوا صافي ومني هبطوا دخلوا في البري في الملتقى وتكلاصوا في الفيدراليه 45 صور مزيان تبارك الله وشحال كانوا باربعه يكونوا في الفيدراليه شحال حنا قلت لي مطلقه 14000 ولا شحال قلت لي 12000 وصل 12000 تبارك الله اللهم يسير تبارك الله وي عندنا راه تمام بين 100 200 بريات ديال 100 200 راه مزيانين 12332 تبارك الله هاي الساعه هاي الاخرى طريزيام هادي طريزيام اخرى 14 ها هما الاخرين الساعه 45 تبارك الله
تبارك الله مزيان. وبالنسبه للسلاله كما قلت لي اخويا عدنان، هذه خويا جداها فنيو هولاكو. نيو هولاكو ديال البشير، ديال البشير محسن، وفيها النشوه ديال بيدوري، ديك البيدوري عمر اللي ضاربه عندي. تحيه لهم من هذا المنبر هذا ياك. وفيها وفيها الساتيامه ديال بوي، فيها كانو يعني بحال اللي قلتي، فيها الهيرمانس، فيها هيرمانس كوستر. هو وقيلا بيدوري كان عنده هيرمانس كوستر على ما اظن، هيرمانس كوستر، وفيها نيو هولاكو. ونيو هولاكو في الاجداد ديال هذيك النشوه في البيديغري، فيها لالين ديال الايمن تانمشي داخل فيها. فيه داخل فيها ايمن تانمشي ديال من؟ ديال الملاك. ديال الملاك تبارك الله، داخل فيها لالين ديال الايمن تانمشي. والله يسر اخويا عدنان. تبارك الله. هذه راه شنو بايعه هذه ضربات لا ما كانت مبدلتش. هاي يلا طيحت اول ريش، هاي يلا اول ريش دابا مبدله زيرو ريش، ضرباتها شمبوره. والله يسخر اخويا عدنان، داك الشيء زوين تبارك الله. ومبروك عليك بعد اللوفت فوليار. بما شنا اللوفت الاخر اللي اللوفت الاخر ان شاء الله من يكون غادي كيتركب راه غادي نعيط لك ان شاء الله. مرحبا خويا عدنان تبارك الله عليك، ونكتفوا بهذا القدر اخويا عدنان. الله يحفظكم الخوت، نكتفي بهذا القدر هذا كما شفتوا معنا كانت زياره عند احد الابطال جمعيه منتقى الابطال، بطل كبير عدنان البوصيري. جينا عندو اللوفت نشوفوا اللوفت فين وصل في الخدمه، وراه قال لكم راه الفوليار راه داروها هو بوحدو دارو، بعد ما يجي المعلم باش يركب ليه لوفت اخر. وهادشي اللي كاين الخوت، بلا ما نطول عليكم، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.